بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: الإدغام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مثلين محركين في كلمتين نضرب لك مثل صفف وذلل وكلل ولبب ولك جسس ولك خصصب ولك هيلل وشذ فئل ونحوه فك بنقل فقبل وحي يفكك والدغيم دون حذر كذاك نحو تتجلى والستر وما بتاعين ابتدي قد يقتصر ذي على تا كتبين العبر وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللت هو في جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك افعل في التعجب التزم والتزم الادغام ايضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل احصى من الكافيه الخلاصه كما اقتضى غنى بلا خصاصه فاحمد الله مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي ارسل واله الغر الكرام البرره وصحبه المنتخبين الخيار. قالوا الادغام في اللغه الادخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس، وفي الاصطلاح أن تأتي بحرفين ساكن ومتحرك من غير فاصل، من مخرج واحد من غير فاصل، ويقال إدغام وادغام، والدغام لغة بصرية وإدغام لغة كوفية، واستعمل المؤلف اللغتين، قال أدغم وقال الدغم. قال رحمه الله: أولا مثلين محركين في كلمة أضغم. إذا اجتمع مثلان محركان في كلمة أضغم الأول في الثاني بشروط 11 سوف يذكرها. فإن كان ما قبل الأول ساكنا نقلت حركته إليه، فتقول في يرد، أصلها يردد، يردد الدال الأولى قبلها الراء ساكنة، نقلت حركة الدال الأولى إلى الراء. إذا نقلت حركة شيء سكن فسهل إدغامه، المحرك لا يدغمه، لابد أن تسكنه أو تنقل حركته إلى ما قبله. وكذلك تقول مرد، مرد أصلها مردد، مردد الدال الأولى مفتوحة وقبلها الراء ساكنة، نقلت حركة الدال الأولى إلى الفتحة إلى الراء ففتحت الراء وسنكت الدال فسهل إدغامه. قال رحمه الله: أول مثلين محركين في كلمة الإدغام باب واسع، ومن طرائفه قول بعضهم قال السلمى، قال السلمى أي قالت سلمى، باب متسع، وهو يكون بين مثلين وبين متقاربين وفي كلمة وفي كلمتين. اقتصر رحمه الله على النوع اللائق بتصريف منه، وهو ما كان في كلمة واحدة وبين مثلين، هذا اللائق بالتصريف. قال أول مثلين محركين في كلمة أدغم، مثال ذلك حب، أصلها حبوب، حذفت حركة الأول ثم أدغمته في الثاني قلت حب، اجتمع مثلان محركان في كلمة. الشرط الأول، الشرط الأول ألا يكونا في أول الكلمة، نحو ددا، ولم ينبه عليه المؤلف لأن العرب لا تبدأ بساكن، وشرط المدغم أن يسكن، فإذا سكن جاءت همزة الوصل، هذا ليس بحاجة إلى أن يبينه. إذن لا بد الشرط الأول ألا يتصدر، والثاني أن يكون في الكلمة. قلنا كحب أصلها حبب، وشم أصلها شمنا، حذفنا حركة الأول وهو الميم وأضغمناها في الثاني. وكذلك حل أصلها حلل، حللنا حركة الأول ثم أضغمناها في الثاني. إذا الشرط الأول ألا يتصدر، والثاني أن يكون في كلمة. قوله ألا يتصدر سمع إدغام ما أوله تاء مضارعة بشرط أن يتقدمه مد أو حركة، مثل ولا تيمموا، ولا تيمموا سبقه مد، تكاد تميز قبلها حركة. قال هذا في الوصل، في الوصل. أما في البدء فإن ذلك يستدعي أن تأتي بهمزة الوصل، ولا تقع همزة الوصل أول المضارع. الشرط الأول ألا يتصدر، والثاني أن يكون في كلمة. فإذا كان في كلمتين
وكان أولهما ساكن وجب الإبهام. نحو اضرب برجلك، اضرب برجلك. فإن كانت المسألة بالعكس، كان الأول محركا والثاني ساكنا، لا يجوز إبهامه. نحو اضرب ابنك. فإن كان المثلان في كلمة، كان متحركين وفي كلمتين، فإن كان متحركين وفي كلمتين الإبهام جائز. نحو جعل لك، مصدق جعل لك، ما لم يكن أولهما همزة، مثل شاء أمنا، فالإبهام لا يجوز فيه. فإن كان أولهما ساكن، أولهما ساكن، فالإبهام قبيح. وإن كانت همزتان في عين الكلمة، واقعتين في عين الكلمة، يقع الإبهام. نحو سأل، لأل، رأس. إذا كان أول مثلين حرف مد امتنع الإدغام. نحو يدعو واصل، يمشي يزيد. فإن كان في وسطها وجب الإدغام. نحو مدعو ومعدو، لقوة الإدغام في مثل هذا. مدعو، أصلها مدعو، أول مثلين ساكن لكنهما في كلمة، يقوى الإدغام في مثل هذا، فيضغم الأول والثاني. مدعو. لا يتصدر، وأن يكون في كلمة. الشرط الثالث والرابع والخامس والسادس، شاعره بقوله ذاك مثل الصفف، صفف جمع صفة لا يجوز الإضغام، وذل جمع ذلل لا يجوز الإضغام، وكلة جمع كلة لا يجوز، وهي ناموسية وهي القبة لا يجوز الإضغام كلة، وكذلك نحو طلل لا يجوز في الإضغام. الأول والثاني والثالث لأنهما باينا أوزان الأفعال، لا يقع الفعل على فعل، لا يقع الفعل على فعل، لا يقع الفعل على فعل، فعل وفعل، لكن مثل الصفة في فعل، وذل الفعل، وكلا الفعل، هذه أوزان مباينة لأوزان الأفعال. والإدغام فرع يظهر، فخص بالفرع، فهو أصل في الأفعال، فرع في الأسماء، لا يضام من الأسماء إلا ما وزن الفعل، أشبه الفعل، أشبه ما الإضغام فيه أصل. أما الأخير وهو طلل، طلل فإن موازنه من الأفعال جاء بوزن الفعل، لكن قالوا نبهوا بترك الإضغام فيه على الإضغام في الأسماء ليس أصلا، لأن موازنه من الأفعال يضغم، فظهر في هذا أن الإضغام في الأسماء ليس أصلا، لأنه وإن استوفى شروط الإدغام وهو موازنة الفعل لم يفهم. إذن ليس الإدغام في الأسماء أصلا. وقالوا كذلك لا حامل عليه، لأنه فتح، والإدغام المقصود به تخفيفه، والفتحة خفيفة. والله أنا أقول ستة شروط حتى الآن. قالوا الثلاثي يتصور فيه تسعة أوزان، ذكر منها أربعة، لكن مثل الصوف فيه وذلل وكلل ولبل، بقي فعل. لو بينتنا الرد على مثال فعل كإبل، كإبل لو من رد على مثال فعل على مثال إبل تقول رجل، لأنه يخالف وزن الفعل. ولو صوتنا على مثال كتف أضغمته، لأن كتف، كتف كوزن علم، تقول رد، رد، تحذف حركة الدال الأولى أصبح ردد، ردد وزن كتف. ولو هاي ستة. ولو صوت من على مثال عضد تقول، تقول رد، الأصل ردد، ردد. فعل، فعل مهمل، مرة لأن فعل مهمل. بقي عندي فعل، كفعل، كدؤل، كدؤل. كذلك هذا وزن ليس أصل في الأفعال، فعل ليس أصل في العالم، هذا يقع في البناء المجهول فقط. لو بنيت من رد على مثال، على مثال دؤل تقول رزد، هذا الراجح. هذا ما قوله لا ملك استوفينا من ست شروط. الثاني ولك جس اسم، بشرط أن لا يكون أول المدغمين مدغما فيه. جسس ثلاث سينات، السين الثانية متحركة
وبعدها سين أخرى تستحق الإدغام، لكن لو أدغمت لسكنت فتبقى ساكنا. إذن إذا كان أول المدغمين مدغما فيه لا يجوز الإدغام كجسس، واضح؟ ولكن خصوصا بي الساكن لا يضغم فيه، خصوصا بي المثلان المتحركان، لكن الثانية منهما حركته غير أصلية منقولة إليهما الهمزة خصوصا بي، والساكن لا يضغم فيه يمتنع الإدغام. التاسع أن لا يكون ملحقا، نحو هيلل هيلل قال لا إله إلا الله، لو قلت هيل ذهبت الصيغة، ذهب شكله، هو ملحق بدحرج، فلو أدغمت ذهبت صيغة الإلحاق. وهذا موجود في النحت في العربية، يقال هيلل ويقال حيعل، حيعل ملحق بدحرج حيعل وحوقل. ما رأيك في النسب؟ نعم كيف النسب؟ عبداري عبشمي عبشمي عبداري ما لم يضغم فيها، ما لا يضغم فيها يعني شيخ النحت مو النحت هذا شيخ؟ هذا نحت نحت هنا كذلك، وكذلك هنا 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 النحت يقع الأصل في الفعل أن يصار من المصدر، استخرج من استخراج، أقسام من إقسام، ويصاغ الجعل من اسم عين لمعنى، نحو قمطر من قمطر، عرقب من عرقوب، ويصاغ وهو الأخير يصاغ من جملة كاملة. إذا الفعل يصاغ من مصدر ومن اسم وليس قياسيا، ويصاغ وكذلك الأخير ليس قياسيا، ويصاغ من جملة كاملة وهو قليل، نحو حيعل وسبحل وحوقل ودمع سأل. قال له دام عزك، دام الله، دام الله عزك. وطلبق قال له قال الله بقاءك. وجعفل قال له جعل الله فداءك. والباب سمعني. اذا ولا كهيل لل، وكذلك بشرط لا يكون من افعال شذت العرب في فك ادغامها، تستحق الادغام لكنهم شذوا فيه. عدوا من ذلك قالوا ألل السقاء تغيرت رائحته، وقالوا دبل نبت الشعر في جبينه، وقالوا ضبلت الأرض تهيض ضبابها، وقالوا قطط الشعر اشتدت جعودته، وقالوا لححت العين ولخخت التصقت بالرمس، وقالوا عززت الناقة ضاق مجال لبن فيها، وقالوا مششة الدابة برز في وظيفها نسوء دون طلابة العون. هذه أفعال شذ فيها، ولك وشذ في أليل ونحوه فك في نقل عن العربي فك بي. هذه عشرة شروط، وبقي شرط، الشرط الحادي عشر في الكرة الأخير. وحي يفكك والدغي، حي وعي اجتمعت ياءان في وسط الكلمة، فمن قال حي وعي نظر إلى أنه مثلان في كلمة، ومن قال حي وعي نظر إلى أن حركتهما غير أصلية. تقول في حي يحيى سكن أولهما، عي تقول في يعيا، وبالوجهين القوية ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. حي قراءة ورش. قالوا يشير ابن مالك إلى رجحان الفك بقوله وحي يفكك قدمه، والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى، قال كذلك الذي سمع تاءان في أول كلمة نحو تتجلى، لك الإدغام باجتلاب همزة الوسط تقول تتجلى. وقال بعضهم هذا يقع في الماضي لا شيء فيه، تقول تتابع تقول تتابع لا شيء فيه، تابع وحي يفكك والدغم كذاك نحو تتجلى. وكذلك سترى إذا وقعت التاء في أصل الكلمة تقول استترى، تنقل حركة أولهما إلى السين وتستغني عن ذلك الأصل فتقول سترى، يستر كما كنت تقول يستتر يستر، وتقول ستار كما تقول استتار، كذلك نحو تجلى واستتر. وما بتاء يبتدي صيغة ثالثة الإظهار استترى، وتقول تتجلى والتجلى. هناك إجراء ثالث تخفيفي، وهو أن تحذف إحدى التائين، تحذف الثانية منهما أو الأولى،
أقول كثير في القرآن، فإن دعوتكم نارا إن شاء الله أعوذ بالله منها، أعوذ بالله منها، أعوذ بالله منها. تحذيف إحدى الثاني، فإن دعوتكم نارا إن شاء الله، ولا تجسسوا ولا تيمموا الخبيث. وما بتاء ابتدي قد يختصر فيه على تاء واحده، كتبين العبر، كتبين العبر. لا يقول، لا يقول منها. تتجلى، تقول التجلى، التجلى في المضارع التجلى، هذا كذا قاله. وقال بعضهم ابن مالك لا يمكن ان يقدم على هذا الا بسماع من العرب او بقياس على لغته، لا يقول هذا بمجرد التشهي او كذا. الحشر الحادي عشر، ايهما المحذوفه؟ اي التاء المحذوفه؟ اذا قلت تتجلى قال السيبوي المحذوفه الثانيه، وهذا منهجه ان الثقل حصل بها. وقال غيره بل المحذوفه الاولى لان الثانيه تدل على معنى. فإذا كانت المحذوفة الثانية اتحد لفظ المضارع والماضي، إذا قلت تتبين، تتبين، قلت تبين، تبين، اتحد له المضارع والماضي، وإن كان الماضي مبني على الفتح الصيغة. أبرز فيها بعضهم قال يا نبيها ما له في كل فن من مضارع، أي فعل ليس يدرى ماض منه من مضارع. فقاله بعضهم أيها المبدي، أيها المبدي فوائد، أيها المبدي فوائد، أيها المبدي بدائع، في جلده ودائع، ما به لتتوفى في إساء وهو شائع، إن لا يتوفاه الملائكة. قال له آخر ما به جئت تجلى، تجلى وهنا عبر بتجلى، كان حول تتجلى، قال ما به، ما به اذا تجلى عرفه ظهر عرفه ورائحته الكريمه، ما به اذا تجلى عرفه كالمسك ضائع، ضائع من ضاع يضوء ويذاع، والذي يخفى عليه عمره في الله ضائع من ضاع يضيع لم يتعلم. رائع 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 جناس رائع. ما به اذا تجلى عرفه كالمسك ضائع، والذي يخفى عليه عمره في الله ضائع. أنا أقول قولي وما بتاء ابتدي قد يقتصر به على كتبين العبر. الشرط الحادي عشر ألا يعرض سكون الثاني منهما باتصاله بضمير المتحرك. حل حل أصلها حل، لكن إذا اتصل به ضمير المتحرك تقول حللت، وحب تقول حببت، وتقول في شم شميت. إذا عرض إسكان الساكن لا يضغم فيه، لا يجوز إضغام فيه. هذا قوله. وماذا قال؟ وفك حيث مدغم فيه سكن. هذا الشرط الحادي عشر، لكونه بمضمير ضمير المتحرك تاء الفاعل ونا الفاعلي ونقول التاء والنون تاء. وفك حيث مضغم يكون يهدم نحو حللت ما حللته. قال بعضهم الافضل ان يقول نحو حللت ما حللته، اي التحقت بي عندما وصلت الى هذا المكان الذي حللت ما حللته. وفي الجزم في المضارع وشبه الجزم وهو البناء تخيل قفي كما تريد، فتقول في يشاقي لن يشاقي او شاقي. وفي يرد لم يرد او لم يردد يوجان جائزان، وتقول رد او ردد. وبالوجهين يقول، يقول تعالى يا ايها الذين صبروا، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم، والفك حجازي والابرام نجزي فليه، ومن يشاق ومن يشاقق قوله وفك حيث مدغم فيه سكن. بعض العرب يقولون في رد يقول ردت، لا يقول رددت، يبقى الإدغام بحاله والحق التاء. ردنا النساء وردنا يضعنون.
قال السيرازي: لغة رديئة شائعة في عوام أهل بغداد. هذا زمني هو. فما قوله فقه حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمى يرغب أكثر نحو حللت ما حللته. وفي جزمي وشبه الجزم وهو البناء تخير قفي. يستثنى من ذلك شيئان، وهو قوله وفك أفعل في التعجب. أفعل ليس لك في خيار، وإن كان ساكن بناء تقول أحبب بزيد، أحبب بعمري، وقال نبي المسلمين تقدموا، وأحبب إلينا أن تكون المقدم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. وكذلك هلما تقول هلما لا يزكى إدغام هلما تزوم إدغام. قال أصلها ها المم، ها تنبيه ونحوه، والمم الممشع لنا والممشع لنا، فحذفوا الهمزة، همزة الوصل حذفهم، فأفضت مدتها إلى السكون ها المم. ثم نقلوا حركة الميم الأولى إلى اللام صارت هلم، وظهر ما تلقى، وهي اسم فعل عند الحجازيين وفعل أمر جامد عند بني تميم، تلحقه ضمائر متحركة تقول هلم وهلم وهلمنا. وإيش ماذا؟ وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. تدغم تأول، تدغم تاء الفائدة في القرآن كثيرا، تدغم تاء التفاعل، لم أذكرها لأحد قبلكم لا أذكرها. تدغم تاء التفاعل وتاء التفاعل في 12 حرفا. الجيم تقول في تجاسر الجاسر، والزاي تقول في تزينت الزينت الزينت وظن أهلها، والتاء تقول اتبع في تتبع تبع، والثاء تقول ثاقلتم إلى الأرض، وفي الطاء تقول تطيرنا وتقول اطيرنا بك ومن معك، وفي الضاء تقول لا تظالموا وتقول والموا، وفي الصاد تقول الصالح. وفي القرآن الكريم قراءة وش فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما وتقول تصالحا، وفي الضال تقول الضاربوا وتضاربوا 12 حرف. الجيم والزاي وهما مفردان، والدال والدال تقول الدانو، تقول تدانو والدانو، تدانو والدانو، والذال تقول تذكروا والذكروا، تذكروا والذكروا. الجملة 12 حرفا، نعيدها: الجيم والزاي وهما مفردان، التاء والثاء أخوان، والصاد والضاد أخوان، والطاء والضاء أخوان، والسين السين والشين السين والشين، تقول تساووا والساووا، وتشاجروا والشاجروا، والطاء والواو 12 حرف. مرة أخرى: الجيم والزاي مفردان، والتاء والتاء، والدال والذال، دال والذال، والطاء والواو، والصاد والضاد، والسين والشين. أنا قوله وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم، وما بجمعه عنيت قد كما النوم على جل المهمات ليس على كلها. يا ابن مالك وعدتنا في أول ألفية، قلت وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، قال ذلك ما كان يأمله، وهذا ما وصل إليه. معظم النحو المهم جاء بها وترك بعضه، وترك ثلاثة أبواب رحمه الله تعالى لم يبوب لها، وهي باب القسم، وباب التقاء الساكنين، وباب صور مثال على مثال، تصور العرب مثال على مثال، كما لو قيل لك صور من وعد على مثل طومار تقول وعد، لو قيل لك صور من رمى على مثل عضد تقول رمي، يستخدم كثيرا في العربية أصلها رمول، يقيل لك صور من رمى على مثل عضد تقول رمي، كيف تقول رمول، لا يوجد في العربية اسم
معرب آخره واو، قبلها ضمة لازمة، أعي الضمة كسرة فتنقل الواو يا فيعل إلى نقابي. هذا طرق من هذا النقص. القسم أشار لبعض أبحاثه في بعض أبواب قال في باب الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين، وقال في جواب جواز المضارع وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، وأشار في موضع ثالث في الأدلة لا يحضرني، والآخران لم يذكرهما رحمه الله. قال نوع على جل المهمة أحصان الكافية الخلاصة وتسمى الخلاصة هذه، كما اقتضى غنى طلب غنى بلا خصاص بلا فقر بلا حاجة. فأحمد الله بدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله غر الكرام البررة وصحبه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينتخبون الخيار، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. قال لحظة، قال بعضهم يا عائبا ألفية ابن مالك وغائبا عن حفظها وفهمها، أما تراها قد حوت فضائلا كثيرة فلا تجر في حكمها، وازجر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. قل له صح صح صح، اسكت اسكت اسكت، خلاص. صلى الله محمد وعلى اله وصحبه. تمت ابيات جبتها مرة في نسخة، نعم نسخة من النسخ الألفية، وجدت أبيات لكن ما ضبطتها. الشيخ يقول في البداية لقد مزق قلبي فيها مجد. أحد المغاربة يقول لعله اللخمي أو غيره، لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي، ليس اللخمي هذا واحد آخر، كما مزق اللخمي مذهب مالك وصالت على أوصالي بك. أحد المغاربة يمدحها رأي عز الجميل. ما كنت أريد أن أقول يرد يرد، وستطيع تقول يرد، وستطيع تقول لم يرد، وستطيع تقول لم يرد ولم يرد، لم يرد أتبعت الدالة للراعي، ويقت لم يرد تخلص من التقاء الساكن بالكسر، ويقت لم يرد فتحت تخلص بالفتح. نونها بعض المغاربة قال إن يسكن الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحدا، تقول لا تضر ولا تضر ولا تضر. إن يسكن الفعل الذي قد شدد آخره سكن إما لجازم أو لبناء كلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لقوم بعض العرب، قل اكسره مطلقا، لم يردني لم يضرني لم يعمني فاكسره مطلقا لقوم، افتح لآخرين لم يرد لم يعم. ثم إن الفصحى من هؤلاء الفاتحين حيث يلقى ساكنا فاكسره كسر الحزنة. قال ثم إن الفصحى من هؤلاء حيث يلقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحزنة. ثالثة اللغات أن يتبع ما يلي، فإذا ضمة يهضم وقراءة ورش، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، وحفص يقول لا يضركم إتباع. ثالثة اللغات أن يتبع ما يلي، فإذا ضمة يهضم واكسره وافتحه وافتحه بعد فتحة أو ألف، وبعد كسرة لو كسر يفي إلا في نحو مسه ومره، فالضم عندهم إلا في نحو مسه وفره، فالضم عندهم كلا تمره، ونحو حبها وردها افتحها لصلة وخفة قد وضحا، ونحو غض الطرف عض اللحمة عض اللحمة فاكسره للساكن فضل إلى الماء. إن شاء الله عز وجل. اللهم لا علينا خالصا لوجهك يا أحمد، لا علينا خالصا لوجهك يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وعلى آله وصحبه، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وذو كل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجع لكم وما كنتم الله من البصير. هو الله له ملك السماوات والأرض لا ترجع له، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المنعم المهين العبد الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض العظيم،
اللهم يا من هو كذلك انا اسالك يا رب يا سلام اللهم يا سلام يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رب يا رب يا رحمن الرحيم اللهم يا سلام تهدينا سواء السبيل اللهم اهدنا سواء السبيل اللهم اصلح احوال المسلمين عامة يا احوال اللهم اقتل السعادة في اعزائنا قوم بعافية ربنا وصلاة اعزائنا الدنيا وصلاة الامان اللهم فارق الاصلاح وجعل الليل سكنا والشمس وقضينا حسبانا يقضي عنا الدين واغنى عن الفقر وانت سمعنا وصائرنا وقوتنا سبيلك اللهم اغفر لنا ذكر الشيخ ما تفعل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ هذه الجنة ومن يقين ما تفعل به عينا مصير هذه الدنيا وغير قيمة لنا مصير هذه الدنيا ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا لا حيثنا وجعل الوالي منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ يصل إلا أن لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما لا يبل وقرة عين لا تبل ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم نبي رحمتك في الجنة الفردوس يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من السابقين اللهم يسر في مئة درجة اللهم اتخذنا شهداء إنك متخذ الشهداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجمع قصد الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من ذلك الذي قال رب الله المستقام اللهم اجعلنا من الذي سقط منك الحسنى اللهم اجعلنا من يأتي أمام يوم القيامة ربنا قنا على ذلك أمثال عبادك ربنا اغفر لنا خطيئتنا يوم الدين اللهم اولنا تحت أرض عرشك يا من لا ولد إلا ولدك اللهم إنا لك منتقم من قيام القيامة اللهم إلى قيامة لنا كحلب شاتم وأقصر من ذلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من حصر فيهم الحصر اللهم اجعلنا من النوبنا يوم التراضي اللهم اياك من سائر نعمتك وتحول عافيتك وجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم افهم جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وارحمنا ولا نكون من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا واتبع علينا انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اهدنا علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحمل علينا ما لا تقدر لنا به واعف عنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحمل علينا ما لا تقدر لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت وارنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا ربنا هب لنا ذرية صالحة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت ورسولك واتبعنا الشهيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنا سمعنا مناجينا وناجينا من آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا ربنا آمنا فاغفر لنا الشهيد ربنا لا تجعل لنا وقنا الظالمين ربنا لك ربي لا ربي فلا تجعل لي وقنا الظالمين ربي قد آتيتني من تعلمتني من سائر حالي فاطر السماوات والارض انت ولي الدنيا والاخره توفني مسلما حقا صالحا ربي اجعل هذا البلد امنا واجعلني وبني على بلاد الاسلام ربي اجعلني مقيم الصلاه من جهتي ربنا تقبل دعائي ربنا اغفر لي ولدي ان يقوم الصلاه ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ادخلني مدخل السماء واخرجني مخرج السماء واجعلني في الفرقان المصيرا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من رشدك ربي ازدني علما ربي ازدني علما ربي ازدني علما ربي لا تسالني فضلا وانت خير الوارثين ربي اعوذ بك من شر الشياطين اعوذ بك من شر الشياطين ربي انزل منزل البركه وانت خير المنزلين ربي اغفر وارحمك خير الرحيم اللهم انا اعوذ بك من مثل الانسان يقال شيطان الخط اللهم انا اعوذ بك من مثل الذي اتي اياتك فانساخ من هذا الشيطان من الغاوين ربنا اصبر عنا على رجالنا ولا تغشنا غرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي هب لي حكما وفقني بالصالحين اجعل الانسان مسلما في الاخرين اجعلني مراد جنه النعيم واغفر لابي انه كان الضالين ولا تخزني لا ينفع عمل الا ذنون الا ما تضايق من سليم ربنا ربي اجعلني انا اشكر نعمتك التي انت علي وعلى والديك انا صالح ترضاه واصل في ذريتي من سلك من سلك ربي اجعلني اشكر نعمتك التي انت علي وعلى والديك وانا صالح ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا انفعنا ربي قيني شحنا نفسي ربي قيني شحنا نفسي ربي قيني شحنا نفسي اللهم استجب اللهم اجعل دعائنا خالصا لوجهك اللهم اجعلنا خالصا لوجهك اللهم اقتنا في الايمان اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا والاخره اللهم صل على محمد وعلى محمد وفضلك على ابراهيم وعلى محمد وعلى محمد